انا عجباني الموسيقى جدا يعني. لا معلش هقول حاجه كمان. ممكن لا احنا لا انا هقول حاجه كمان قول. بس اصل المزيكا وهي شغاله كل الناس هنا عمالين بيغنوا والمخرجه كمان يعني سنه حلوه يا سيتي بي، فبقول لهم صوتكم حلو مبسوطين وانتم بتغنوا مع الموسيقى. يا بنتي بطلي فتنه يعني. لا انا بحب اقول ماشي. طيب احنا دلوقتي معانا فقره جميله جدا انا شخصيا كنت منتظرها، ويعني حاسس ان هي فقره هتعجب حضراتكم جدا. معانا بنت صعيديه جدعه بتقول الكلام من القلب الحقيقه قبل اللسان. مش هطول كتير اعرفك او عليها. هي شاعره جميله انا شخصيا عرفتها من خلال السوشيال ميديا والناس كتير معجبه بيها، لكن هي اول مره تكون تنورنا هنا في القناه. هي الشاعره مريم حنا. اهلا بك يا مريم. اهلا بحضرتك يا استاذ، منورانا جدا. اهلا بك، انا مبسوطه جدا ان انا موجوده مع حضراتكم. احنا مبسوطين جدا جدا جدا. أيوة يا مريم. ايوه احنا مبسوطين جدا بوجودك. انا شرف كبير ليا، وبحب اشكر الاعداد، وحابة أشكر حضراتكم وقناة سي دي في. أنا مبسوطة النهاردة أن أنا موجودة في عيد سي دي في الـ14، ودايما يا رب نجاح وفي استمرار، دايما يا رب توصل لكل الناس وكل البيوت. لهجتك جميلة وطريقة كلامك حلوة قوي. شكرا. مين يا مريم؟ حلوة زيك. أنا من أسيوط مركز صدفة. أجدع ناس. كنيستي كنيسة مرجيجس كيما سعيد، تبع لبرشيت أبو تيج اللي تبع الصدفة الغنائية. طبعا. وأنت بقى خريجة إيه يا مريم؟ أنا خريجة بكالوريوس تجارة. أسيوط تجارة. طب ايه علاقة بقى ده بالشعر؟ الموهبة دي حكي لنا بدأت معاكي من امتى؟ امتى حسيتي نفسك انك بتمسكي القلم وحابة تكتبي حاجة؟ أنا الموهبة مالهاش علاقة خاص بدراستي، أنا أصلاً لما بدأت أكتب كنت في إعدادي، يعني كنت في بالظبط أحداث مزبيرو كانت في 2011. أيوة. أنا من هنا بدأت أكتب، لأن أنا قبليها كنت بحضر على طول أشعار هشام والخال و واحمد فؤاد نجم، فاللي بدات احب الشعر، ومن هنا بدات ان انا يعني ابدا اكتب حبه حبه مع يعني تشجيع بابا ليا. بابا كان على طول المشجع الاول ليا، كان اكتر واحد مؤمن بيا في الاول، على طول اكتب وكده لحد ما يعني خلاص استقررت على موهبه الشعر وموهبتي كل شويه. تمام. مريم انا نفسي يعني حتى ابتدي معاها على طول ونبتدي بقى نسمع الكلام الجميل اللي احنا عمالين نقول عليها كلام حلو، بس هي تستاهل، والدليل ان هي تستاهل هنبتدي معاها دلوقتي. وقولوا لي بقى رايكم وابعتوا لنا كده، سلموا على مريم حتى على الفيسبوك. هنبتدي بايه يا مريم؟ في سلك كده يا مريم هنعمله كده يبقى الدنيا تمام. تمام تمام. شفتوا بقى على الهواء. يلا قولي يا مريم اتفضلي. احنا ممكن نبتدي. انا كنت كاتبه قصيده اول مره اقولها، اللمبه بطرس اللمبه بشاي، عندنا كنيسه في صدفه باسمهم، فانا كنت كاتبه لهم قصيده حلوه بحكي فيها سيرتهم بطريقه شعريه سهله ان اي حد يعرف السيره من خلال الشعر من غير ما يقرا. اتفضلي يا مريم. فكنت بقول: من زمان قبل الزمان، من سنين وسنين عاشوها الحكايه في كل ان، شعب بلدي بيضحكوها، في قرية كانت والمكان اسمه بيقولون نبوها، أم عاقر من سنين لفت لكم بالصلاة، قلبها بينام حزين عينها مرفوعة السماء، فجأة سمعت صوت بيقول حلمك اتحقق وجاي، ابني بركة اسمه بشاي، بكرة هيعيش ليه بتول، بكرة يتبركوه بسيرته ويا بطرس ابن خالته لحد ما العالم يزول، والمنارة الحلوة نارت جوه منهم نار تجيد، من الإيمان الحي يشبع والشعوم بيكون بيشفع، واللي بيسلم حياته لربنا بيعيش سعيد، ثم يحدث إيه ما باله، لو عدو الخير ده جاله يبقى ثابت زي صخرة اسمه بطرس في الإيمان، مهما داك شكل العذاب لسه متمسك مكان، مات زرع حبه الأصيل، ولما قاموا بقطع راسه قام ونال الأكاليل. طب بشاي جراله إيه؟ لسه هحكي لك عليه. طب جاي جراله ايه؟ لسه هحكي لك عليه. شاف عذاب ما يتحكيش، نار وزيت يغلي ويهيج، مرود ومحمي من حديد، وانه يحصل شيء مفيش، قام اخينا في شر غضبه رماه في نار والنار تهيبه، قام شهدنا بشاي وغلبه ويمشي على الجمريب لهيبه، والتعب واليأس عانه تقطعوا راسه مكانه، مفيش شرور عرفت تصيبه، وبعد كوم المعجزات والشفاء وسط الاهات يتحول فجأة سليم، نال شهدنا الاكاليل، ودخلوا من الباب العظيم، واسمعوا يا اهل البلاد
اللي كانوا في يوم ولاد صاروا بركة بنتحكيها، واللي يطلبهم بطلبة بكرة يصبح ويلاقيها، واللي عاش وحده يصاحبهم يبخت اللي يكون حبيبهم، واللي وقت حزنه يجري يحكي ليهم ويعاتبهم. الله 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 على الكلام الحلو. ايه القصة اللي معمولة في شعر؟ هي فعلا سهل الواحد يعرف قصتهم من خلال القصيدة الحلوة دي. مريم أنا عايز أسألك سؤال، أنت إسحاد من في أول الفقرة بيقول أنا عرفت مريم أو شفتها من السوشيال ميديا، يعني شاف الشعر بتاعك سمعك كده وأنت بتقولي، والناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي ممكن يقول لك يعني البنات في الصعيد بقى تطلع وتقعد تقول على السوشيال ميديا وتعمل يعني ممكن تلاقي غلسه كده شويه، حد اخويا يغلس عليا، بابا يزعق لي. انت لقيتي صعوبه في انك تعملي ده، بتكتبي وعايزه الناس تسمع فبداتي تتجهي للسوشيال ميديا، لقيتي ده صعب؟ انا اصلا اللي سهل عليا الحوار اسرتي، واللي سهل عليا الحوار عيلتي كلها، هما اللي قالوا لك اطلعي على السوشيال ميديا، سواء اعمامي سواء خلاني سواء خالاتي سواء اخواتي الاولاد، وبالاخص اخويا اللي موجود معايا حاليا. الله. وبابا اول دعم ليا، وماما دايما على طول بتدعمني. انا نزلت اول فيديو ليا على السوشيال ميديا خد ضجه كبيره خالص، وخد شير كتير خالص، ويتعرف كان اسمه ايه ماري؟ كان اسمه سنجل، كان كوميدي. اها. فمن هنا انا بدات، فانا كان اصلا هم سهلوا لي الحوار، وفكره كمان ان انا من الصعيد هو الحوار كله انه يعني كان الصعيد اللي هو مقفلين شويه البنات، لا البنات ما تطلعش على السوشيال ميديا، هو الحوار ده كان زمان شويه. بس انا اهلي حتى ان كانت اي حاجه صعبه هم بيسهلوها عليا. احنا كمان بنحييهم ان هم ساعدوكي طبعا. عايزين حاجه تاني، ومش لازم حاجه دينيه، لو عندك حاجه كوميدي اجتماعيه او بس بتقول لك كوميدي، يعني سايه شكلها كده ايه اللي هي عايزاه، بتحب الهزار والضحك وال... فعلا. قولي اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه قوليه، قولي لنا حاجه كوميدي بقى كده ورينا. ممكن اقول مثلا اخويا اهل وبيت. اخويا ايه؟ اخويا اهل وبيت. اخويا اهل وبيت، حلو قوي الاسم. اتفضل يا طول. ولا انا اخويا اهل وبيت وحضن مش كذاب، ويقول لي لو غنيت صوتك يعني له باب، وكفايه لو حبيت انام بدون اسباب، يفتح عليا النور يرزع في وشي الباب، انا اخويا راعي الرسمي اللي عاوز اشرب شاي في اليوم 10 مرات، ان كان رايح او جاي، وان كان على هزارنا ابدا ما يتوصاش، وصوتنا دايما هادي والرتم ما بيعلاش، حتى التفاهم بينا جواه روح المصارع، صوت ضربه وسط هزارنا بيجيب لاخر الشارع، والضربه على التخفيله لما بيبقى ورايا، ونقضي باقي الليله تسليم في نص قفايا، وخدت رأيه في لبسي والطرحة والفستان، يقول لي زي الزفت زي زفت ووحشة في الألوان، ولبسه ده للكل مفيش هدوم ملكية، والقعدة زي الفل، والسهرة للصبحية، والاختلاف التام، والعركة على الأفلام، وصوتنا مش مسدود، يبدأ تدخل ماما بالشبشب بالموعود، أستاذة في النشان تضرب في أي مكان، إن كان هنا وهناك، وإن بابا كان سهران سلم على الشهداء اللي معاك، ندخل بقى في الجد ما يتقارنش بحد، ولا حد طال هبته حاضر مكان غبته، ولا عمره ينساني، ما انا اخويا اهل وبيت وكمان ابويا الثاني. الله يا بخت اخوك يا ست. جميل الكلام الحلو ده. جميل. انت كتبتي الكلام ده لاخوك من واقع علاقتكم الحلوه مع بعض الحقيقيه، صح؟ يعني صح. مش في واحد ببقى عشان دي موهبه وبعرف اكتب فجات لي فكره، فالفكره صغتها في قصيده، لكن انت كتبتي ده من علاقتك الحلوه باخوك. ايوه صح. صح. وشايفه كل الاخوات كده، يعني كل التفاصيل الاخوات الولد والبنت مع بعض بنتخانق، لكن في الاخر طبعا. ايه المشاكل اللي انت شفتيها وكتبت عنها؟ حاجات اجتماعيه، حاجات من وجهه نظرك يعني. المشاكل اللي انا شفتها مثلا وكتبت عنها، هو انا يعني الفكره كلها ان انا ما بحبش مثلا اتطرق لحاجه فيها مشاكل، ما بحبش اتطرق لحاجه، مش عايز مشكله يعني، قضيه مجتمعيه حاجه كده مثلا، اتكلم عن الناس، عن ممكن اتكلم عن الزحمه وتطلع منها حاجه لطيفه، ممكن اتكلم على اي حاجه. طب قول لنا حاجه اجتماعيه كده لطيفه. انا ممكن اقول حاجه اجتماعيه كده لطيفه. هو انا كنت كاتبه قصيده اي اسمها زبان يا باشا. زبان يا باشا بتتكلم على فئات المجتمع اللي هي بتتكلم عن الناس الغلابه، بس انا لم فئات المجتمع كلهم. حلو ده. سواء
ناس بتشحت في الشارع، سواء ناس موظفه سواء ناس شباب مش لاقيه تاكل، سواء يعني كل الفئات، الناس الشقيانه قوي اللي هي يعني. فانا كاتباهم بصيغه زباين يا باشا، اللي هو كانهم هم زباين كل شويه في حته. تمام. فبقول زباين يا باشا، زباين يا بيه، وحته قماشه بألف جنيه، مرتب بشهر وتضيف عليه، فجرك يباجر انضف شاليه، اصيل حتى فجرك مجادر تخونه، زباين شحاته وتحت الكباري، ايديك بغتاته تطول الفراري، تمدي بشحاته تمدي بشحاته، يقول لك يا عاري يا عفن الشوارع وبحلق عيونه، زباين وظايف وجمله غلابه، صباعك يدوب في كتر الكتابه، وتقبض اخرها في هم وكابه، وفلوس بتخلص والله في عونه، زباين يا باشا عيشتها سواد، ازاي تكفي في عيشة الولاد، ورافع في وشه وراية الحداد لحد اما تفرج ويسدد ديونه، زباين شباب زباين شباب ومرمي بقهاوي، من المشي داب يكرر غناوي، تجمع فتطرح فتطلع تساوي، جاهل زي في ايديه الشهادة، زباين يا سادة زباين يا سادة في كل الأماكن، بينهم خلاف بينهم خلاف جايز، ولكن يجمع ما بينهم الركن داكن، محتاج علاج لأن المساكن مليانة داء الفقر الشديد، زباين يا باشا سكتة وصبرة، كأني وتنهم خلقه حديد. الله، جميلة جدا يا مريم. تعيشي وتعملي. عايزة توصلي لفين انت بقى في مجال الشعر ده؟ أنا عايزة أوصل إن أنا أنمي في موهبتي بس، يعني أنا أمنيتي إن أنا أنمي في موهبتي، وإن أقف على مسرح، ألقي شعر على مسرح. فكل فترة الإنسان ما بيقفش عند حد معين. صحيح صحيح. كل ما تطور في السن بتطور في الكتابة، بتطور في الإلقاء، بتطور في كل حاجة. لكن نفسك إنك إن الناس تسمعك أكتر يعني. طبعًا طبعًا أكيد طبعًا. أنا عايزة أعرف منك كده، أنا عارفة السي تي في كانت من العوامل المؤثرة جدًا فيكي وفي موهبتك. فإزاي بقى يعني تقولي لنا كده؟ أنا السي تي في، أنا لما كنت بسمع يعني كنت بقلب في التلفزيون، كنت بجيب مثلًا ترانيم لما كنت في إعدادي أو في ثانوي. فكنت بسمع ترانيم، أنا الترانيم اللي أنا بسمعها بلقط كلام منها بيعيش معايا. يعني انا مثلا كنت كان في ترنيمه موجوده بتقول هرمي كل اتكال عليك طبعاً، وعلى كلامك هرمي الشبكه. ايوه، انا كلمه هرمي الشبكه بقيت خلاص لازماني، بقيت انا كل ما مثلا بتكلم حتى في حياتي العمليه بقول على كلامك هرمي الشبكه. الله، على كلامك هرمي الشبكه. فخلاص بقيت يعني انا بالنسبه لي كمان بحب دايما اشوف الاباء، بحب اشوف الانبا موسى بالشباب خالص، بحبه طبعًا جدا، بستفاد منه طبعًا. بحب اتفرج على بعض الوعظات، بحب اتفرج على البرامج والمواهب الشابه اللي بتيجي والاختراعات اكيد طبعا فادتني وفادت كل الناس اللي بتدخل بيوتها اكيد. بس انا عارف ان انت عامله لنا حاجه لسي تي في نختم بيها النهارده فقرتنا الجميله اللي معاكي النهارده. انا ممكن اقول هبدا، انا كنت لسه صغير. ايوه. ما وعاش على الاوجات، وأول مسكة ريموت أقلب القنوات، وفجأة أسمع صوت رج القلب بحنين، من أب عاش سنين حتى في قلب الموت، لما بيقول سي تي في يمضي بخط إيديه، ربك معاك موجود، أنا كنت لسه يا دوب بحفظ آيات وشهود، وأصبح علاه في النور أو بيت على الصخر مبني، وأحضر في رفع بخور وأنسى الهم من غلبني، وأحضر ترنيمة حلوة وعظة تاخدني الخلوة، وسحابة من الأفلام شهداء وقدسين عايشين سنين قدام، ولقيتها زي منارة بتشع نور وتفيض، يكبر ثمار الروح من روح عليك ويزيد، ولقيت أباء وعاظ يدوا الحياة إنقاذ، من هلك هيطلنا جايين في قلب قناة على شكل فلك يزورنا. أنا كنت لسه صغير، أنا كنت لسه صغير، وكل الحاجات تتغير لما كبرت الله، عدت عليها سنين واحنا بنكبر معاها، فكل عام سي تي في، فكل عام سي تي في، وانتي رساله ومسمع لكل بيت او مجمع عايشه بترشدي فيه، وذكرى الصديق تدوم في مثل هذا اليوم، ذكراه دايما تجيلي، ما هو مستحيل يوم ننسى دكتور ثروت باسيلي. الله. الله، انت جميله، انت جميله. بقول لك برافو عليكي. فرحانين جدا انك كنت معانا النهارده يا مريم، واضفت لنا
في وجودك معانا في يوم زي ده النهارده، وبتمنى لك يا رب كل التوفيق وتحققي حلمك والدنيا كلها تسمعك وتسمع لشعرك وقصايدك. انا مبسوطه جدا انا مع حضراتكم النهارده، وشرف كبير ليا خالص خالص ان انا شفتكم. احنا اللي اتشرفنا بيكي، احنا اللي اتشرفنا بيكي، ونتمنى نشوفك تاني وتالت يا مريم، وشكرا جدا لوجودك معانا النهارده، ولسه معاكم ولسه معانا في يومنا المفرح، يومنا الاحتفال، يومنا الجميل، 14 سنه سي تي في. نخرج لفاصل ونرجع تاني. على شاشة سي تي في برامج متنوعة، ورا كل برنامج فريق عمل بيحاول بكل طاقته يقدم لكم أفضل صورة وأكتر محتوى مفيد. البداية فكرة وإعداد، مناقشات وكتابة وخطط ممكن تتغير أكتر من مرة. يا ترى برنامجنا ده هيكون روحي ولا اجتماعي؟ برنامج عام ولا للمرأة؟ ولا للشباب؟ ولا يمكن برنامج أطفال؟ مسجل ولا على الهوى؟ خارجي ولا في استوديو؟ مدته قد إيه؟ كم فقرة؟ ضيوفنا مين؟ لحد ما نوصل للشكل النهائي اللي هيكون عليه أي برنامج بتشوفوه. وبعد الإعداد وشغله الكتير تيجي مرحلة التصوير، كاميرات وإضاءة وظبط الصوت وتفاصيل دقيقة جداً الخطأ فيها مش وارد، والنتيجة بنوصل لها بعد بروفات كتير. تاني تحب تخدها تاني؟ وهو ده كان موضوعنا النهاردة. موضوعنا النهاردة موضوع يعني 3 2 1، هدوء تام ويبدأ التصوير. ومن البداية لحد ما نسمع المخرج بيقول فركش، مفيش حركة، حتى الهمس ممنوع، الجميع يعمل في صمت من بداية الحلقة لنهايتها. وبعد ما يخلص التصوير، لو برنامجنا مسجل بتيجي مرحلة المونتاج اللي بتتجمع فيها قطع البازل، صورة وصوت، موسيقى وألوان، تترات وسترابات وماتيريال بتظهر على برنامج المونتاج في شكل لايرز كأنها متجمعة من كل أنحاء العالم. بس الحكاية لسه ما خلصتش، لأن أي برنامج أو حتى لو فاصل صغير بتشوفوه على الشاشة بيكون اتعملت له الأول مراجعة دقيقة جداً علشان نتأكد من إننا بنقدم لكم محتوى ما فيهوش غلطة. وفي النهاية بتكون الحلقة جاهزة للعرض بعد المراحل اللي شفناها وغيرها كتير. هنا ولا هنا صح؟ أنا بقى كويس جداً. يلا بينا. ما انا هقول الجملة. طب يا ريك تقعد تكلمه يعني؟ مش قلته خلاص؟ وزي ما بتشوفوا كل برامجنا على الشاشة، هنا بيتم رفعها على صفحات السوشيال ميديا ومواقع الإنترنت الخاصة بينا. وبقالنا سنين بنتفرج على حلقات ملهاش عدد، أي حلقة منهم مهما كانت صغيرة وراها جيش شغال وقت طويل، جهد وتعب جوا صرح كبير، الشغل فيه ما بيقفش 24 ساعة كل يوم، والوقت ما يكفيش علشان نتكلم عن كل تفصيلة صغيرة بيقوم بيها كل زميل وزميلة جواهم ليكم حب كبير وعايزين دايماً يقدموا لكم أفضل ما عندهم. كل سنة وانتم معانا في سي تي في. 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 كل سنة وانتم طيبين. 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 كل سنة وكلكم طيبين. كل سنة وسي تي في طيبة.